بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا فيكم. اليوم عندنا تحدي للغام. طبعا الغام معروف عنها يا تصيب يا تخيب. عندنا 42 مربع هنا موجودين، 7 منهم اذا جيت فيها راح تتكهرب. طبعا طريقة الفوز في الجولة الأولى أنك تروح لأي مربع من المربعات وما تتكهرب. شوف هذه خريطة المربعات، المربعات اللي عليها الكهرباء هذه أي واحد راح يطيح فيها راح يتكهرب. شوف بين لهم هنا، كل واحد فيكم يقدر يغير خط البداية، يقدر يبدأ من هنا أو من هنا أو من هنا. يوم العيال تكهربون، جايبكم اليوم بوكس مفلوقة. بتقولي فاز وش فيه؟ 3 شاورما وبطاطس وفوقها مشروب، تدري بكم؟ 27 ريال، وتقدر تطلبها عن طريق التطبيق او استلام فرع او من اي برامج التوصيل. واذا حاب تطلب وجبه رابط تقول شاورما في الوصف. وعليكم بالعافيه. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا مع ريال. انا من اول مره. ثاني واحد بيبدا معانا الاستاذ ركان. اصبر اصبر، ما حدد دقيقه. بلكي يا 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 عمار. لا 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 وتعال يا اخي، اسالك بالله، اقسم بالله ان في كم واحد في كار؟ ماني فاهم. 7 وانت 7 طلال نقطه. ابو خلود 1-0-0. ابو سعد الو اجتماع رد الجامعه بسرعه. شوي اشتكي. لا لا 1-1. اثنين ولا رك شيء طاقك طاقك. دوري شوف كيف بدمر المقطع. يلا دوري صح دوري. يلا بسم الله بسم الله. نقطة لا ممنوع نقطة. صهيب بلكي نحكي بلكي نحكي خارج الصندوق. طب كلهم بيجونينك طم الغش. ها 2-2. اقول لك ولا رشي ولا رشي. ها تفضل اخوي، اختار لي انت. لا ما بختار لك. وش فيك تقول؟ انا مقدم. طيب ليش طالع هنا؟ والله ما احسن. لا مبروك انك يس 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 اللهم لك الحمد. الحين النتائج، ريان 2 ركان 2 ابو خلود 3 ابو سعد 3. باقي لك نقطتين على الفوز انت وياه. اه تبي تكهربني صح؟ اكسر عينك اكسر عينك يا اخي. اي القهر اي القهر. نقطة لي؟ اي نقطة. اقسم بالله اكثر اثنين محظوظين، اكثر اثنين حظا سيء. كسرت عين كسرت عين يا خوي. هنا يا حبيبي هنا طالع هنا. تختار اي واحد بعيد، مو لازم اللي طالع هنا. طالع هنا يلا طلع تكمله. طلع على جنبها كهرباء. والله دخل على جنبها كهرباء باذن الله. وتحدث عمري يا كابيتانو. مستحيل. المرة هذه انتبه لان مكان خطير. طب انا اقول لك شيء خطير صح؟ اوكي اختار لي مكان او اروح. ايه من جد؟ والله يزعب عليك. اختار لي مكان. وين؟ تو ماتش ذس تو ماتش. ترى هذه مكان هذه محكم فيها. لا ترى هذيك يا كهرب لا حد يجي. ابي هنا. ايش سويت انا؟ شكله والله لعب علي. ايزي العيال المفروض يروح هناك. ايزي المبروك استاذ خالد على الجوله الاولى. يا هلا. الحين الجوله الثانيه تمام، بيكون في تيمين تمام. والحين صراحه صعب ان نحدد التيمين، فكيف راح نحدد؟ كل واحد يكهرب الثاني وشوف مين خوي. خلاص انا وريان تيم واحد. دوري يلا دوري. والله اكهربك والله. كريم طبعا خلصنا الجوله الاولى، والجوله الثانيه راح تتطلب انه كل اثنين منهم يكونوا تيم واحد نفس الجوله الاولى، بس اللهم العقوبات راح تكون زياده. العقوبه الاولى اللي هي زي ما كانت اول، الكهرباء مربعات فيها كهرباء، في مربعات ثانيه راح يكون فيها عقوبه ثانيه اللي هي شلون انت بتذبحنا شلون مويه كهرب شلون. يلا اوكي بسم الله بنبدا. اول واحد ابو سعد. يلا بسم الله. يا رب يا رب. هذا بالضبط يمشي مالك مالك. 1-0.
مين الكبير. مين اللي واثق فيكم هو اللي بيبدا؟ عند الكبير. عندك؟ عند الموضوع قايل لك الكبير. تفضل. يلا بسم الله. وين 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 لا كارب والله. ها لا 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 الله يلا جاك المحظوظ الحين. شوف الحين الحين بيلعب ابو خلود. إيه؟ تمام. إيه؟ بس عشان المسكين هذا اكلها العب انا. لا تلعب انت. لا 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 يلا خالد يلا. ها واثق انك اسمع الكهرب الكهرب ولا بالونه ولا نقطه يا هذا الاحساس يعني. يلا يا اخوي يا اخوي تكفى. لا 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 تكفى تكفى تكفى. لا 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 خلاص هذا تبدا اول انت. لا ريان تعال هنا ريان مستحيل. ترى عادي عادي تختار بينك. اي مستحيل يا رب يا رب. ها يا رب ابوك النقطه. يس خالد ايش تبي بسرعه. تكفى هنا يا تكفى ورانا مقاطع. اربع نقاط ما جبت الا معي. تعال هنا تكفى انا طالبك. 2-1 الحمد لله يا رب. اللهم لك الحمد. امي وابوي والله ترى هذا رعايه الشباب. ما تفضل اخوي على المربع اللي راح تكهرب فيه. لا ان شاء الله هذا ما في شيء ونقطه باذن الله. امورك سليمه. يس ليتس جو ليتس جو. والله حظهم حظهم بدا يصير كويس. والله صار ناشف. ايش هذا؟ لازم شويه انتعاش. استاذ خالد تفضل. اوكي امسيه واسوي واطي خلاص عادي خلاص شوف تعال يا اخوان قل لي جيك قل لي والله تخسر. 3-2 يا عمران. يلا ريان شوف انا عندي ما عندي مشكله باللون كهرباء. لا فاهمه طالتك طلال بخ. اسمع المره هذه بخير مين يسار تخيرني باللون. يلا يلا ايش كهرباء ولا موعد؟ لا نقطة. ورينا ثقتك هذه. لا تكفى! خليه يتكهرب حاله بالله عليك، وطأ لا تحط 99. وش تكفى؟ يا ابوي تكفى الحظ 4-2. الحمد لله! الحمد لله! الحظ! ياا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 ا
رقم واضح. واحد، اثنين، ثلاثة. موية ولا كهرباء؟ المرة هذه بخيركم لأنكم لأن غلط. موية موية موية. موية. إي والله. لا تكهربني أمانة. هذا مسكين. كهرب يا رب يا رب. فريق ابو خلود وابو سعد باقي لكم نقطه. احسبها ابو سعد. تكفى. لا لا احسب. تكفى فوز. تقومون هناك كهرب، هنا مويه، هنا ما فيها شيء، فرح هنا. يا عمر يا عمر على المشي. الله يا الله يا رب انك يا الله. اللهم يا علي حر والله. خمسة اثنين. والله قهر يوم ابو العقاب ما يجيني. يوم ابو العقاب ما يجيني. يا اخي يا اخي ايش على الارض؟ طبعا الجولة الثالثة والأخيرة هي بتكون نفس الجولة الثانية، بس اللهم الأفرقة راح تختلف، وبين كل راوند وراوند راح يكون فيه عجلة حظ. ريان مع أبو خلود، أبو سعد مع ياس. بنبدأ عجلة الحظ معاكم أنتم أول شيء. اثنين 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 ما أدري. رقم اثنين، خصمك اختار لك مربع اللي تنط فيه. أبو خلود تثقون فيني؟ تثقون فيني صح؟ تثقون فيني صح؟ كهرباء قدامك. لا 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 كهرباء قدام عيني. غصب يعني صح؟ غصب. مخلود الايام الايام يا مخلود صدقني الايام الحلوه. بنفوز فيها بنفوز. تكفى كهرباء. كهرباء خلاص كهرباء خلاص كهرباء خلاص 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 خلاص. عجلة الحظ مع تيم ابو خلود وريان. ايش هذا؟ اربعة أربعة. رقم أربعة. أربعة أربعة حلو. رقم أربعة بتكون. لا 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 كل اللي موجودين يتكهربوا. لا 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 لا. واحد صفر. واحد صفر؟ ياس! عجلة الحظ. الله يستر. الله يستر. المستعان. رقم ثلاثة تقول. يا رب. اختار مربعين ونط فيهم. عندك اثنين. يعني أفضلين. لو جبت الاثنين صح بيجيكم اثنين صفر. اثنين واحد بتصير. ولو جبنا اثنين غلط بتعاقب الاثنين. بتكمل يعني مستحيل شوف إذا هذا واحد. هذا ملغى واحد. النقطة الأولى يا وحش. تكفى. واحد واحد. ياس! بإذن الله بروح هذاك نفس الجهة الثانية بس إيش؟ اللي قدامه. والله انه حظ خايس. اثنين واحد. ياس! ليتس جو. ها ها
أربعة حظ خايس. أربعة كلنا نتكهرب. أوه ستة. لا عيل ستة لا. رب الله دخل يا رخي. ستة. اختار واحد منهم كلهم. اختار له مربع. اختار له مربع. يلا بسم الله بختار له بالسعد. ركام مسامحة طبعا. هناك السعد. وين؟ امشي خطوتين قدام بعدين يسار خطوة. واحد. اثنين. ثلاثة. كده بس اختار هذا. يلا. ايه. روح هناك. يا رب يا رب. يا رب كهرب يا رب. حظ خايف. ايه جاب. لا لا والله يوفقنيش. تعال جنبها صدقني جنبها صدقني جنبها ايوه هنا ورا 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 كهرب كهرب لا لا هنا لا ترى تكفى ترى تكفى كم نتيجتكم انتم؟ واحد اثنين اثنين ياس لا 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 ايش لك؟ لو اربع حظكم كلكم خالص لا تكفى وش يا رب يا رب مو اربع بس خمسة اقسم بالله حظك بطل هذا حقك صح؟ ايوه خلها لي جنب يا عمري يا شيخ حتى لو خويك اختار واحد كهرباء خوي لا 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 وش تبي؟ سويها والله يوفقك سويها ترى تعادل اضمن النتيجة تكفى ثلاثة قل لي ثلاثة يلا يا رب اوه هذا لقم هذا يا لقم يا مويه صدقني ها مويه مويه صح ثلاثة اثنين اه يس ولد 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 يا رب 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 انا اتوقع حظك مره حلو يا رب يا رب والله هذا من يوم ما بدأنا حظه حلو واحد 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 شوف واحد 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 حلوه بس في نفس الوقت ها ها تختار لنا المربع اللي بيروح فيه تكفى خالد تكفى اتخفي شوف ركز بركان الحين يا ركان الحين انت بتضمن مصيرك ومصير اللي معك في التيم فزت الحين تكفى خالد ابغاك تروح هنا جنب مو جنب بس على اليمين شو هذا لغم صدقني صدقني لغم هنا ايوه هذا لقم لقم وشو طيب ترى باقي مربع ما تحرك فيه تحرك طريق باقي مربع يلا ادخل كهرب الحين ام لحظ صدقني لغه ولا مويه يا رب يا رب والله يا رب ترى تدخل امي لا 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 تكو 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 ولا تضغط ولا تضغط ولا تضغط ولا تضغط ولا تضغط لا خل 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 خلاص خلاص طبعا هذا الحظ اللي ما فيه حظ اصلا كذا حط كله عقبات هذه برضو هذه تريكي شويه هذه بتحدد فيها يا ان التيم اللي ضدك بياخذ سكور يا بيتكهرب كيف يعني وش تختار الحين مربع خالد واحد خالد اوه واحد خالد اوف انا خالد انا احبك وقد خالد فاذا اخذت سكور والله خذها خالد يس. روح كذا يمين ما ادري اختار اختار ليبي لا لا فوق اتجاه نحو اليمين شوف قدام يسار قدام يمين قدام يمين لا لا يسار لا لا اللي فوق اللي فوق ايوه هذا احسها والله حلوه شكلها حلو شكلها هذا كهرب هذه كهرب انا بتكهرب انا بتكهرب انا بتكهرب انا ادري اني بتكهرب انا بتكهرب ادري اني بتكهرب تكفى تغير المويه تكفى تغير المويه لا لا هذه كهرب تتغير المويه لا 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 كهرب كهرب اصلا لا لا تكفى تكفى كهرب تكفى 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 والله طقك والله طقك والله طقك والله طقك والله وقف وقف يدي يدي تكفى طال طال يقطعهم المبزر لا لا تكوى ابو سعد باقي ما اخترت مربع يلا ابو سعد ثلاثة اثنين واحد اثنين ثلاثة هذه يعتبر اربع نقاط ياس عمك ريان حظك خايف حظك ايش جابك معي؟ تفضل ريان تفضل معي بعجلة الحظ اذا جاني كهرباء بختار مويه خمسة ايش خمسة؟ نسيت وش اختار شخص وخليه يتكهرب انت بتكهرب دقيقه دقيقه يا اخي ريان هذا حقك ها اوكي اختار واحد منهم هذا ركان هذا ابو خلود هذا ابو سعد جنبه جنبه اللي جنبه يطلع برا هذا يصيح الاخر مره كيف اخر مره فوق ما ادري وش اختار انت كبه لا يوفقك لا 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 خلاص خلاص ابن الذين خلاص بس غلط لا خطب عليه يا ركان يا ريان روح الزاويه ذيك يلا بسم الله يلا القم الزاوية ما احب الزاوية هي ما ابغى كهرباء اذا في عقاب ابغى مويه اوكي مويه اي بالونه بالونه تعال تعال بالونه ما فهمت بالونه طفل
ابو سعد صدقني اضربني لو مره بحياتك صدقني ابو سعد ما عاد التيم ابو سعد جو دانس خلاص نقل ما تبي تبليه مره واحده اشوف قسم بالله اللفه هذه ترى ممكن تحسم الجيم يلا رقم واحد خويك اختار لك المربع اللي تنط فيه يعني كلكم تتشاورون فيه خوي طيب والله لو يجيني شيء زلني خذ خطوره زي ما انت ارجع خطوه فكر سعد لو يجيني شيء والله تكفى انا كل ما باذن الله اني متفائل اي 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 يلا يا رب كهرباء مبروك الفوز قناة ابو سعد وقناتي تحت موجوده في الوصف الباقيين والباقيين موجودين من سنه كهربني الباقيين موجودين تلقون كل الروابط تحت فلا اوصيكم عندكم طلال وعندكم ابو سعد ابغاكم تورونهم جيش باور يا عمر جيش باور